ما مظلوم معنا ولحن كتافنا من خيره. طيب ما لازم نرد له شوية فضاء إلا هالمجتمع؟ يا والله تعرفي معلمتي، أنا برأيي نلعب لعبة. شو هي؟ نلعب قال أنا مقدم برنامج ايه؟ ومستضيفك عندي ايه؟ وعم نحكي عن فضل المجتمع على الفرد وواجبات وحقوق الفرد، يعني هيك هدول الشغلات. ايه ماشي، موافقة، حبيت اللعبة. وبيكون شعارنا الواحد للكل والكل للواحد. يا عيني عليك يا معلمتي، صايره عم تفهمي. اهلا وسهلا فيكم ببرنامج الكل للواحد والواحد للكل. برنامجنا هيدا الاجتماعي البسيط رح يستضيف الليلي ست انا حبيتها كتير، ست مهضومه لطيفه، يعني بتجمع كل المواصفات. الست نوال الليلي حتكون ضيفتنا وحنحكي معها عن شو إمكانية تقديم الفرد للمجتمع من خدمات. أهلا وسهلا فيكي ست نوال، منرحب كلياتنا بهيدا البرنامج بهيدي الحلقة بالست نوال. أهلا وسهلا ست نوال. مرسي حبيبتي، مرسي ست رشا على الاستضافة الحلوة مثلك، وبشكر هيدي المحطة كمان. اهلا وسهلا فيكي مره تانية ست نوال. نحن رح نبدا سؤالنا اللي هو، بما انك طبعا بين قوسين ست نوال حابه تقدم شيء لهيدا المجتمع، ست نوال شو رايك انك تعملي جمعيه خيريه؟ بصراحه لا، انا ضد هيدي الجمعيه، لانه بحس هيدي الجمعيه بالنسبه للناس مجرد عليك مصدي وحكي فاضي. لا معك كامل الحرية ست نوال، ومعك حق برأيي. طيب شو رأيك انه تعملي او تشاركي بالعمل التطوعي؟ بدي اعتذر منك، انا كمان ضد هيدي الانواع من هيدي الاعمال، يعني الاعمال التطوعية. بتحسي انه الناس لما بتروح لتشتغل بمثل هيدي الاعمال بيكون الشغل منه من قلبهم، لان بتحسي انه هم خايفين. بصراحة لا لا ست نوال، أنا بخالفك هون شوي بالرأي، لأنه العمل التطوعي يعني بيعبر عن إنسانية الإنسان. خلينا بالسؤال الثاني ست نوال، شو رأيك إنه بتمويل المشاريع التنموية؟ لا حبيبتي، هيدا موضوع كتير كبير، ما فينا نختصره بمثل هيدي الحلقة، بده حلقة خاصة فيه. ست نوال طيب شو رأيك بالمشاريع الصغيرة؟ ليكي حبيبتي، مثل ما بيقولوا انه التعميم هو صفة الجاهل، ما فينا نقول مشاريع صغيرة، يعني كل مشروع له أسبابه وله مشاكله وله اقتراحاته اللي بدنا نعالجها، مش هيك؟ والله ما بعرف ست نوال، شو رأيك انك تشتري لكل أسرة بقرة وتخلي العالم تشبع حليب؟ لك يا عمي ما تخلوا الناس تشبع خبز بعدين فكروا بالحليب، لك شو هيدا؟ ليكي ست نوال، يعني شو رأيك نعمي ثقافة الحوار بالمجتمع؟ نعمي ثقافة الحوار كيف؟ ممكن انت تناقشيني انه كيف؟ بالندوات بالمحاضرات؟ لك يا عمي شوفوا الناس وين صارت ونحن وين بعدنا، شو هيدا؟ ست نوال مشان الجمهور وافقين على شي شغلي. طيب شو رأيك ندعم الأغنية الشعبية؟ لك يا عمي ما الأغنية الشعبية مدعومة من طول عمرها، لسه بدكم تدعموها؟ ما نحن منعرف مين داعمها، لسه بدكم تدعموها أكثر. كلامي صح ولا لا ست رشا؟ شو بدي أقول ما بعرف. طيب ست نوال، خلينا نروح باتجاه تشجيع المحبة بالمجتمع والتآخي مثلا. لك يا عمي هيدا الحكي كله كذبة، لا تآخي مع المحبة ولك ولا محبة مع التآخي، بتوافقيني ولا لا؟ والله بهيدي تحديدا بهيدي معك حق، يعني لا تآخي مع المحبة ولا محبة مع التآخي، مزبوطة مزبوطة ولك خيتي. طيب شو رأيك نشجع زراعة الأشجار ونهتم بالبيئة؟ برجع بقلك، مثل ما نحن أول الحلقة حكينا،
انا ما بحب احكي شيء الناس يقولوا لكيف طالعة تلفزيونات وعم تحكي عليك. مصدي البيئة يعني بالله نرجع منقول خليهم يشبعوا خبز. شو البيئة؟ هلا اوكي، اذا انا بدي اجي لك انه هيدا المواطن اللي هو جزء من هيدا المجتمع الرائع والخلاق، فيني انا اجي اقول لهيدا المواطن خيي لا تكب سيجارتك وانت ماشي بالشارع؟ طب بيسمع مني؟ مستحيل. طب مستحيل. لو سمحتي اذا بتريدي خليني اعبر عن رايي وكفي. محطتكم معروفه بانه هي بتعبر عن الراي الاخر بحريه. تفضلي. هلا هيدا المواطن نرجع بنقول اللي هو جزء من هيدا المجتمع الرائع والخلاق، انا فيني اجي اقول لهيدا المواطن يا خيي لا تكب محرمتك على الارض. طب يرد علي؟ مستحيل يرد ست نوال، مستحيل يرد. معك حق، يعني معك معناتها يا ست نوال بلا بيئة بلا هالحكي كله. يا تماما، خلونا نفكر بالشي اللي بيهمه للمواطن، حاجاته الأساسية اللي بيحتاجها. خليني أحكي. سوري. يعني معلمتي مو معقول يعني برنامج هذا المقدم هو بيحكي أكثر من الضيف. إيه بس احنا اتفقنا من أول شيء إنه هاي المحطة بتخلينا نقول كل شيء بدنا إياه، وأنا بدي أعبر. لك ايه بتعبري بس يعني بس في اسئله لازم صرنا نص الصبح عم نكتب بالاسئله. طب خليني اسالها، يعني عم تجاوبي قبل السؤال. بتعرفي معلمتي شو بعد هاللعبة اللي لعبناها وهاللقاء البسيط اللي عملناه، يعني هيك حسيت انه يعني عن جد المجتمع، يعني هم المجتمع هم كبير، عن جد هم كتير كبير. حبيبتي هذا من اكبر الهموم اللي بتواجه الانسان. اي والله يا معلمتي، اي والله. لك وبعد كل هاد ما لقينا فكرة واحدة نقدر نخدم فيها المجتمع. لا الا عن جد عم تحكي؟ شو ليش يا معلمتي يا حبيبة قلبي انتي خليتي فيها فكرة؟ ايه شو ما قلتلك وشو ما سألتك وشو ما اقترحت عليكي بتقلي لي لا انا ضد، انا ماني موافقتك، وهذا علاك مصدي، وهذا ما بعرف شو هو. ليه ما خليتيني اعرف احكي؟ ليش حبيبتي انتي حكيتي شي فكرة منطقية؟ ايه بعدين الفكرة بتجي، المهم النوايا سليمة. اي أيوة والله، يعني بالنسبة للنوايا عن جد سليمة، وعن جد عن جد أنا برأيي الشخصي إنه المجتمع بحاجة لأشخاص مثلنا يا معلمتي نواياهم سليمة. إيه مزبوط. إيه والله. آخ آخ يا معلمتي. وليش عم تبكي هلا؟ خلصنا لقاء. بعرف بس هيك عم فكر بكلامك اللي عم تحكي. كثير تأثرت. بتعرف ليش؟ بتعرفي شو صيتي لي بعد ما موت؟ شو صيتك لي بعد ما تموتي؟ المجتمع، المجتمع هو صيتي لي. ايه معلمتي لا توصي حريص، المجتمع عندي، انتي موتي ولا يهمك. الله لا يوفقك.